معنا معاكم نجم الحظ العاسر عمرو يوسف. Oh my God, look at his muscles. Wow. بقولك يا فهم، أنا عارف إن الديل بتاعك من أول الحلقة لحد ما تسلمني الضيف، إنما في الحلقة دي أنا مزنوق فيك. What's the meaning of مزنوق؟ مزنوق يعني أنا عايزك تبقى معايا من بداية الحلقة لآخرها. Oh, you want me to go to the bridge? Yes. Are you crazy or what? I've got kids. أزرميهم. يا ساتر على الشنب، رئيس رابطة الشنب الكستنائي وحامل لواء الدقن البلوند، وإيه البنطلون المقطع ده عميرة؟ مش عيب نجم كبير يبقى بنطلون مدلوق عليه مية نار؟ ما بعرفش آكل وأنا بصور. ما تعرفش تاكل وأنت بتصور؟ أمال إيه وأنت نايم بتاكل؟ البت يا جماعة وهي بتاخد المقاسات مش مصدقة إن إحنا عندنا القطعيات دي. عنخود من العنب، الشباب المصورين بيدهوني. الآية بثمرة فراولة. أيوه أيوه، في فكهاني ورا الكاميرا. ده واضح ان كده بقى الكلام لوحه، دي تالت ازازه ميه يشربها، وبعدين ده مش بيشرب عادي، ده بيفتح الازازه بيخلصها في لحظه. بس also you have to wear the one of the wigs. ويجز ده بيغني عندنا، لكن ويجز ما بتتلبس. لا بتتلبس بس يا خفيف، ومحدش هنا يقول افيهات غيري. استني انا هشرح لك انت. ايه هي بتعمل لك ايه هون؟ والله انا بعملهم، انا اصلا شاطر في الحاجات. واضح ان كده بنبيع عليه، محدش يحط ايده على بشرته. لو بيطلق عليك لقب تحب يكون ايش؟ الفنان. ابو دقن جنان. كلمة فنان دي كلمة كبيرة. كبيرة ازاي؟ كم كيلو يعني؟ هلو. اوه فينك يا راجل من زمان، من ساعة ما خلصنا ولاد رزق ما شفتكش. I'm very happy we're doing this. هابي انتوا هتعملوها سوا؟ ليه هتسرقوا بنك ولا حاجة؟ You hit hard man. No, I go and then in the last minute I just opened the finger. And it look real. Yes, yes, and yes. It's the guy who's taking the impact. Yes, yes. It's all about the reaction. بلطجية بقى بيتكلموا مع بعض عادي. Omar, don't play game with me. بيقول لك ما تلعبش معايا اللعبة دي. هقول لك على اللي انت عايزه، بس تساعدني انتقم لعيلتي. أمال ايه عضلات وشيستات وجيم ومزهقنا؟ ما تنتقم انت يا عم. I said cut! I said you cut, okay? Cut the action! Lots of sand in my mouth. Sand in my mouth. Oh my God! It's okay! What happened to the bridge? What happened to the bridge? I'm a little bit. سقف جنب عمرو يوسف يا جماعه. بص يا جماعه، عمرو صاحبي وصاحب اخويا، واخد بالك؟ صاحب اخوه مش صاحبه هو. هو ندلو. بس ايه كميه الماء اللي انت شفتها في الحلقه دي؟ انت مش شايف الجو عامل ازاي يا عمرو؟ لا كده اصل احنا قعدنا نقول افيهات، انت عارف انا بقول افيهات لطيفه وكده. صحيح. استنى صحيح. لا استنى بس، الحلقه حلوه بس انا ما اعرفش انت قلت ايه هناك. والله روقتك بس على الهادي.